القائمة، أنت لما مشى الناخب الماضي خلى قائمة، خلى قائمة زائد ربما نقطة استفهام من زاد اللاعبين، نقول ربما المجموعة اللي كانت في الكان زائد على الأقل 10 لاعبين أو 15 لاعب. نظن أنه حتى ولو على مستوى الاتحاديه فيها اسماء اللي كانوا في حتى في لا ليست ايلارجي اللي داروها قبل 50 دونك 45 او 40 لاعب نظن. هذه ما هذاك واش عندك، ما عندناش لاعبين اخرين دونك يجيب كل هاد اللاعبين هذه حتى ولو في هذه الدوره هذه المصغره هذه. انا ليا من الصعب انك ديري ريفيو ديفيكتيف تشوف كل لاعبين، بصح الفكره الاولى انك تجيب حتى ولو بعض اللاعبين ربما ما راحوش يشاركوا، لازم الكلام والتبادل والتواصل بين الناخب والطاقم الفني الجديد. هذا هو اسهل شيء ولا ربما الطريق الوحيد لازم يتخذوا الناخب الجديد. على سبيل المثال ناصر قندوسي هو مقترح او على حسب مصادر مصريه هو ضمن قائمه ال 45 ولم يسبق له المشاركه مع المنتخب الوطني الاول. قندوسي لاعب سيراميكا وفاق ستيف السابق، لاعب ممتاز هذا. لا لاعب كان كان في المنتخب في الشان والاهلي يريد اعادته. لا كان في الشان لا هذاك لاعب ممتاز. دونك بعد اكيد انه ربما في الشان كنا ننتظر الاكثر، كان حيكون نجم الشان ربما الى راتي لو شان هذاك، لكن لما انت شفنا في وفاق ستيف كنا نقولوا له عنده المكانه تاعو في المنتخب الوطني، مشى الاهلي المصري ربما زاد راح الى كما قلت فيوتشر يا اخي سي سا فيوتشر الفريق تاعهم سيراميكا كليوباترا سيراميكا. نظن انه هذا اللاعب ممتاز يقدر يكون لارجومون يكون في القائمه. وتتوقع مغادره بعض عناصر الحرس القديم؟ هذا السؤال في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى اعلاميا يقال ان يوسف بليلي ومبولحي لن يكونان في التربص المقبل. ربما كمثالين لا ربما ربما بالليلي بالوضعيه الحاليه تاعو بعد شفنا بعد العقوبه اكيد لما تكون معاقب ما تقدرش تكون في قائمه. هذه كلاسيكيه. هو يقال شيخ يقال انه تكلم مع بايد الي روزيتش بما انه يعرف كره القدم الجزائريه، ملفت انه بايد عندما جاء للجزائر في ايام الاولى ابعد الحرس القديم امثال كريم زياني الذي كان دينامو المنتخب، امثال منصوري والعديد من الامثال. هل سيخوض نهج فايد الي لوزيتش بيتكوفيتش؟ انا نظن حياخذ نهج فايد الي لوزيتش، لانه اليوم نجاح بيتكوفيتش راح يمر يجوز انك اي مجهوة راح يدير مجموعه يصنعها هو. اذا استطاع ان يصنع مجموعه حتى بكوادر اللي نعرفوهم فيه كوادر لازم يكونوا في المنتخب، لكن لو كان يدير مجموعه اللي هو يكون ما من بها نظن يفا فير ان بون شومان مع المنتخب الوطني.